إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الإمام الباقر عليه السلام قال في الإمام المهدي في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربع أنبياء: سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلى الله عليه وآله. تقدم الكلام عن السنن التي تربط النبي الله موسى عليه السلام بالإمام المهدي عليه السلام، وسوف نتحدث ولو بشكل إجمالي عن السنن التي تربط عيسى عليه السلام بإمامنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا من جملة هذه السنن الأساسية هو أن الإمام المهدي عليه السلام يمثل حالة التقاء ما بين الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، وهي نقطة أساسية. سبحان الله، ربما أراد الله عز وجل وشاءت إرادته ذلك، ربما للتأثير على هذه الديانة في المستقبل حين خروجه صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي عليه السلام أرسل رسولا من قبله وهو بشر ابن سليمان من الأنصار، كما ينقل الرواية هذه بتفصيلاتها الطويلة جدا، أنا سوف أقتصر جدا على النقاط الأساسية فيها. ينقلها الشيخ ابن بابويه القمي المدفون في قم، وأيضا ينقلها الشيخ الصدوق في سند معتبر كما يقول علماؤنا. هذا السند ينتهي إلى بشر ابن سليمان ناقل هذه الرواية، يقول: أرسلني الإمام الهادي عليه السلام من أجل شراء جارية له، وقال لي هذا سر سوف أطلعك عليه وأجعل لك شرف هذا الأمر أن تشتري لي جارية. وأعطاني كيسا فيه 220 دينار، وقال لي تروح إلى بغداد وإلى معبر الفرات وتضع عينك على الزوارق، زوارق السبايا والجواري، وتضع عينك بالذات على عمر ابن يزيد النخاس، هذا الشخص أيضا يبيع ويشتري بالجواري، ستجد هناك امرأة لها صفات كذا، لها أمور كذا، لها وضع خاص معين، وستسمع لها بلغة رومية من وراء الستر، واهتك ستراه، إذا سمعت كل هذا فاعلم أنها هي المقصودة وادفع لها ما شاءت من المال. يقول: ذهبت إلى عمر ابن يزيد وتحدثت معه حول هذه الجارية، فقالت لي: لو جئتني بملك أو ملك سليمان ابن داود ما مال قلبي لك، فأشفق على مالك. يقول: عندها خرجت الكتاب الذي أرسله معي الإمام الحسن العسكري الهادي عليه السلام، اللي كاتب بي كتاب وخاتم بختمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: قدمت إلى عمر ابن يزيد، عرفه طبعا الإمام الهادي عليه السلام، وقدمه أن هذا من أشراف العرب، من شخصيات الأساسية. تقول الرواية: ما أن قرأت هذا الكتاب إلى أن بكت، يعني وبعد البكاء تدارسنا مسألة السعر وارتضينا، وإذا به يعني يكون 220 كما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أخذتها إلى بغداد إلى بيت لي هناك، وأيضا صارت تقبل الكتاب وتبكي، فقلت: عجبا، تقبلين كتابا لا تعرفي؟ فقالت: نعم أنا أعرفه، وأعرني سمعك وفرغ لي قلبك أيها الضعيف بمحل أولاد الأنبياء. هنا حقيقة هاي إشارة إلى ثقافتها، إشارة إلى معرفتها، طبعا تتكلم اللغة العربية بطلاقة. هو يقول: سألتها: من أين تعلمت اللغة العربية وأنت رومية؟ فقالت: أبي كان يحب اللغة العربية. هي تنقل القصة الطويلة، طبعا أختصر جدا هذا الأمر، أن والدي عرضني إلى يعني هي ليلة زفاف لي، خطبني أحد شخصيات المهمة، وكان يفترض أن أتزوج في تلك الليلة، وسبحان الله لم تحصل، صارت هناك إجراءات، سقطت الصلبان على الأرض كذا، بعض القاعات سقطت بعض الأعمدة منها، صار هناك أجواء، فصار هناك استياء من الاستمرار في هذا الزواج، ولم يعني يتم الزواج. نمت تلك الليلة فرأيت في منامي السيد المسيح عليه السلام، وإلى جانبه شمعون
أحد حواريه اللي أنا اسمي مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم، أرجع من جهة الأم ومن جهة الأب إلى أحد حواريي السيد المسيح اللي هو شمعون. فكان شمعون إلى جانب عيسى عليه السلام، ومعه محمد صلى الله عليه وآله وولد صاحب هذا الكتاب الذي أرسلته إلي اللي هو الإمام الحسن العسكري. فقال محمد صلى الله عليه وآله لعيسى: يا عيسى، يا نبي الله، يا روح الله، جئتك خاطبا ابنة شمعون إلى ولدي هذا، وأشار إلى الإمام الحسن العسكري. فماذا تقول؟ فالتفت عيسى عليه السلام إلى شمعون وقال له: جاءك الشرف، كل الشرف، أن يرتبط نسبك بنسب آل محمد عليهم السلام. فقبل، وتقول: استيقظت من النوم. طبعا أخبرني كما بعد ذلك الإمام الحسن العسكري، يبدو كانت هناك رسائل متواصلة بعد ذلك كما ينقل بشر ابن سليمان بينها وبين الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هنا سألها: كيف وقعت في الأسر؟ قالت: أخبرني الحسن العسكري أن هناك جيش سيذهب لقتال المسلمين في مكان كذا وفي وضع كذا، فالبسوا لباس الجند، أنت وبعض الوصائف لك، وكوني في مكان كذا وستقعين في الأسر. ووقعت في الأسر وها قد وصلت. يعني كأن القضية مرتبة من قبل الله تبارك وتعالى. فلما وصلت التفت الإمام الهادي عليه السلام إلى أخته حكيمة وقال لها بأنه يعني أطلعيها على جملة من المعارف اللي موجودة عندك يا طبعا السيدة حكيمة من الشخصيات المهمة ومن الشخصيات الراقية في علم أهل البيت عليهم السلام. فوضعها فإذن كان الإمام المهدي يمثل حالة لقاء والتقاء ما بين الديانة الإسلامية وما بين الديانة المسيحية، وهذه نقطة أساسية ومحل التقاء وشبه واضح ما بينهما. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.